كلنا بنتولد في عائلات مليانة قصص وحكايات، خصوصاً لما بنعرف أجدادنا وبيحكوا لنا قصص عنهم وعن اللي سبقوهم. كتير مننا بيورث حاجات غالية، وأحياناً بنورث حاجات ما بنبقاش عارفين نعمل بيها إيه، وفي الآخر بتترمي. لكن أغلى حاجات ممكن نورثها مش الحاجات المادية اللي ممكن تتكسر وتتبهدل وتضيع، أهم حاجات بنورثها ما بتتشافش بالعين وما بيغطيهاش التراب. فكرة إن ربنا صالح مهما كانت الظروف، أفتكر دي زرعها من بدري قوي بطريقة ما جوايا. بنفتكر إيمان أبائنا وأجدادنا والكلمات اللي كانوا بيرددوها والآيات والترانيم اللي بيحبوها. يقول لي أما الأبرار تقوم كالشمس في ملكوت السماوات. الصبح كده قبل الفطار وقبل ما يصلي كان يقولها: سيدي امتلك حياتي، سيدي امتلك حياتي كرسنا لك. بنفتكر حياتهم وإيمانهم واختياراتهم، دي الحاجات اللي مش ممكن نضيعها وبتفضل دايماً معانا. الإيمان اللي عاشوه واللي حياتهم شهدت عنه، هو ده أهم شيء بنورثه من اللي سبقونا. ممكن تكونوا جايين من عائلات مضيئة ومؤثرة، وممكن تكونوا أنتوا نقطة البداية في رحلة معرفة ربنا. في الحالتين شجرة العيلة اللي بتثمر إيمان وتأثير وخدمة تستاهل نتكلم عنها، تعطي ثمرها في أوانه وورقها لا يذبل جيل ورا جيل. عائلة جرجس إبراهيم تستاهل يتحكي عنها. هو وأولاده من مؤسسين كنيسة الإخوة في ديروت وأسيوط وفي مصر الجديدة. أحفاده خدام مؤثرين في مجالات كتيرة وفي بلاد كتيرة كمان، منهم اللي بدروا في تأسيس بيت السلام في العجمي وبيت المسنين التابع للكنيسة الإنجيلية في مصر، خدموا في مجالات الطب والفن والترنيم والموسيقى، ولغاية النهاردة هم مثمرين ومؤثرين. عليا في قلب الزمن تعاليم المسيح. Needs to find a place. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved. جرجس إبراهيم اتولد في صنبو ديروت سنة 1850. هو ومراته بيستا عرفوا ربنا من خلال مرسلين. ربنا غير حياتهم، اتمسكوا بكلمته وأثروا في مجتمعهم وفي أولادهم وفي أحفادهم كمان. جرجس إبراهيم كان عايش في ديروت. واحدة من أحفاده طنط سوزي بتقول: كان عنده محل كبير في ديروت، وكانوا بيحكوا إنه العروسة تروح عشان تعمل التروسو بتاعها، الجهاز بتاعها، فكانت ممكن تشتري من الإبرة لكل الأثاث بتاع البيت بتاعها. فكان هو دي شغلته، يعني إنه هو تاجر كبير. أكتر حاجة ميزت جرجس إبراهيم ومراته بيستا حبهم لكلمة ربنا. أهم حاجة إنه جده جرجس إبراهيم حنا كان من الجيل الأول للإخوة في ديروت، وكان تلمذ على مرسلين من ألمانيا، وكانوا بيروحوا يزرعوا كنايس في حتت مختلفة. واضح جدا من حكايات الأولاد والأحفاد إن مرات جرجس إبراهيم تيتا بيستا كانت مؤثرة جدا في حياتهم. تيتا بيستا دي كانت خريجة البي ام اي، من أوائل خريجات البي ام اي. كانت بتاخد الكتاب المقدس وتروح تزور الستات في ديروت وتبشرهم، يعني فده اللي بنعرفه عنها. اللي كانت كل واحد في الصبح لازم تقول له: ايتك ايه النهارده يا سي حسن، يا سي كمال، يا سي سمير، يا سي كل اللي يعدي عليها لازم تقول له: قول لي ايتك ايه النهارده. كانت كل يوم تنده على ماما تقول لها: يا ست عايده كتابك فين؟ تيجي تجيب لها الكتاب المقدس، عشان كان نظرها ضعف زي كده، وهي كانت ماما تقرا لها الكتاب المقدس كل يوم. يقول لها: ايه اخبارك يا ماما؟ تقول له: كويسه يا ابني الحمد لله. اهو انا ساعات ببقى مش كانت تقول ايه نوت كلير، ساعات مش قادره اتفكر
فساعات كده نطقي، بس انا عارفه رايحه فين. لو نمت وما قمتش تذكرتي مقطوعه، لو مقطوعه بقى ذهاب واياب تقول له اجي ارجع اعمل ايه. كانت دايما يعني عندها الكلام الجميل ده، لا انا هبقى مع يسوع حبيبي خلاص مش راجعه تاني. اخر زياره لي انا رحت ازورها، لقيتها واقفه وبص على مش عاملين الشباك، بس بص على الشباك كده وبتقول كنت فتى وقد شخت ولم ارى صديقا تخلي عنه او ذريه له تلتمس خبز. دي بقى مش قادره انساها ابدا، ان دي كانت اخر حاجه قالتها هي، وهي فعلا دي كانت شهاده عن حياتها. فهيم جرجس تاني اولاد جرجس ابراهيم كان دكتور عيون عايش في اسيوط، واتجوز ايميلي سنه 1919. كان عنده 12 ولد وبنت، وهو معروف بسبب ايمانه وتربيته المميزه لاولاده. اتكلمنا مع اصغر بناته ومع احفاده فريد فاضل ولبيب مشرقي، ومع محاسن كمان بنت اخوه. عندي الصوره بتاعت فرحهم حقيقه، لا ومؤرخه كمان، 27/6/1919. هو الدكتور فهيم كان مهتم قوي بان يعمل استثمار في التعليم بالنسبه لاولاده كلهم، وبرضه هو كان عنده كتير، يعني هم كانوا 12 في الاول، كل واحد منهم اتعلم تعليم عالي وفي نفس الوقت تعليم موسيقي. بابا كان بيحب قوي انه يصحى بدري الصبح، وفاكراه جدا انه هو بيفتح البايبل مش بس بيقرا لكن يخطط ويكتب التاريخ جنب الجزء اللي هو قراه، تخطيط تحت كلمات معينه او مواضيع، وتشعري انه هو فعلا بيحب كلمة الرب. ما كانش بيحب الشو، يعني كان مثلا كل الدكاترة في أسيوط عندهم فيلات، عندهم عربيات، هو كان عندنا عربية حنطور، وطبعا أنا كنت بروح المدرسة في عربية حنطور أو على العجلة بتاعتي. فكان دايما هو بيقول لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، دي كانت حاجة برضو دايما يكررها. وكمان لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ، لكن اكنزوا الكنوزا في السماء. فدي كانت المسحة بتاعته اللي هو دايما يفكرنا انه الحاجات الأرضية دي هتزول، لكن ركزوا على الحاجات اللي هي يعني لا تزول. عمي فهيم حبيبتي بالاثناشر دولة كان لازم كل يوم الساعة 9 بالليل في مذبح عائلي في بيته، اللي بيذاكروا بتوع الطب وغيره وغيره كل واحد يطلع من العنابر بتاعتهم، وكل واحد لازم يكون حاضر مدام في أسيوط لازم يحضر المذبح العائلي. أنا كنت رحت في ضيافتهم بقى شهرين قبل الفرح بتاعي، فكان كل كان عمك ماهر يجي من ديروت عايزنا نطلع نتفسح وحاجات زي كده، هو جاي من ديروت مخصوص عشان كده، فكان ما يخطرش على باله حكاية المذبح العائلي ولا الكلام ده. فقال له لا لازم محاسن الساعة 9 تكون موجودة في البيت عشان المذبح العائلي. أنا فاكرة رحنا معرض الزراعي وأنا كنت يمكن 6 سنين، وخدنا هناك وسجلنا اسطوانة، كان زمان اسطوانات، كل واحد قال حاجة، وهو الآية اللي هو اختارها كانت أيها الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا لينظروا مجدي الذي أعطيتني لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. فدي فكرها كويس قوي إن دي الحاجة اللي هو يعني اختارها الآية. تتأملي طبعاً to run a family like this، يعني في عندها 11 في البيت، فطبعاً كانت شديدة. اختيرت في أسيوط إنها تكون الأم المثالية نمرة 2 بعد ليليان تراشر. ليليان تراشر كانت الأم المثالية الأولانية في أسيوط، وماما كانت الثانية واحدة يعني، فده طبعاً فضل كبير من ربنا. تيتا أميلي اتعلمت بيانو وهي في لندن زمان قوي، وقالت لازم كل الأولاد
يتعلموا موسيقى، فكل واحد منهم كان بيعرف يعزف الآلة ويغني ويقرأ نوتة موسيقية. كلنا عارفوا أنه كان رجل تقي جدا، ملتزم جدا، وإيمانه عالي جدا جدا، وده اتورث للأبناء كلهم. فإحنا عندنا 12 واحد من الخدام، وأغلبهم لسبب أو لآخر كلهم كأنها كانت حاجة في العيلة لازم كلهم يتعلموا يلعبوا بيانو. فأما بنيجي نعمل جاذرينجز، كان مؤخرا السنين اللي فاتت كنا بنروح نتجمع مثلا في الكريسماس، الخالات بقى اللي في أمريكا شوية منهم بيجوا على الشوية اللي كانوا موجودين لسه في مصر في الوقت ده، وتبقى بقى كريسمس كارولز وكله بيعرف يلعب وكله بيعرف يرتل وكله بيقول فويسز، فكانت بتبقى قعدات حلوة. وبرضو فكرة ان هي بتلعب مزيكا وان اصلا عيلتنا بقت موسيقية بسببها، وانا ده شغلي، انا مغنية وبدرس غنى وكده وبألف موسيقى، فبالنسبة لي كنا بنبسط مع بعض. عارفة كانت بتيجي تلعب ميوزك وانا ألعب معاها ونكتشف اغاني جديدة، يعني كان الموضوع ممتع. برضو كان بيت فهيم جرجس ده دايما طالع منه موسيقى، وكانت الناس اللي تمشي في الشارع تحت تسمع صوت الموسيقى. احنا البيت اللي كان دايما الاصحاب بيتلموا فيه يلعبوا مزيكا، وطبعا يعني لو كان البيانو شبه ده كنا كلنا ملمومين قاعدين كده طول الوقت انا واصحابي. ده يعني انا يعني جزء كبير قوي من طفولتي حوالين البيانو ده بجد. يعني كنت حاطه هنا اصلا في الاول، وبعدين قعدت اصلح فيه كتير قوي لغايه لما تعبت فسبناه في حته تانية في العماره. يعني في عند تيتا بيانو، فالبيانو بتاع تيتا احلى من البيانو بتاع بيتنا. البيانو ده بتاع ماما، انا خدته من بيتنا، فاحنا بنتكلم اولموس دلوقتي في 60 سنه ولا حاجه، و50 سنه هي اللي كانت بتلعب عليه. وكان غالبا في اوقات كتيره كنت انا ببقى على حجرها وانا لسه ما كملت السنه، وكانت بتقعد تلعب وانا معاها. مين زيك انت؟ مين في جمالك؟ مين في حلاوتك يا يسوع؟ مين زيك انت؟ مين في جمالك؟ مين في حلاوتك يا يسوع؟ غني غني أغنيات محبتك على قلبي، غني غني أغنيات محبتك على قلبي. دي من الترانيم اللي كنا بنختارها دايما في اجتماع الشباب اللي كانت ماما هي القائدة بتاعته، وكنا بنختارها كتير وهي كانت بتحبها قوي. وجهت قلبي نحوك يا ساكنا فوق السماء، كل رجائي عليك فاسمع صلاتي رحيما. يوسف. يوسف هو واحد من أولاد فهيم جرجس، اتجوز نعمات. نعمات ست إيمانها قوي وعندها اختبارات كتيرة مع ربنا. يوسف واحد من مؤسسين كنيسة الإخوة في مصر الجديدة، ولما هاجر أمريكا كانت حياته مليانة بالخدمة، وهو ونعمات مراته كان بيتهم دايماً مفتوح لكل الناس وخصوصاً للخدام. أول حاجة عملناها لما دخلنا البيت بلبس الفرح، ركعنا وطلبنا من الرب إنه يستلم حياتنا ويستلم أولادنا المستقبل، إن كلهم يكونوا ملك ليه. يوسف كان تقي جداً، ويوسف ده كان مثال أعلى لي أنا شخصياً. وأنا يمكن 7-8 سنين كان بيقول لنا كده، بصوا اللي يقرأ الكتاب المقدس كله هجيب له هدية كتاب مقدس بسوسته. فطبعاً ده كان هدية حلوة جداً، فشجعنا. وأنا مش فاكرة كنت كم سنة، لكن يعني قدرت أقرأ الكتاب وأنا في سن صغير، وفعلا عندي كتاب المقدس ده بسوستة وهو كاتب لي فيه إهداء. هو
وبعدين كان عندنا اجتماع في البيت، عندنا اجتماع في البيت، والاجتماع كبر وفي أرض جنبنا يوسف شافها واتبنى فيها اجتماع مصر الجديدة. الإخوة مصر الجديدة بتريام بالضبط كده. كان كل يوم يروح الولاد يتفرجوا وهي بتتبني. Yeah. There were several brothers, but but my, you know, dad was the engineer and he also was very involved in that. But I remember as a kid walking on the scaffolds. There's a lot of symbolism in the building itself. If you take a look at the building today, there's seven different peaks for the perfect number. الآية دي في كل اجتماع يقولها: بأت كلامك في قلبي لكي لا أخطي إليك. وأي ولد ولا طفل صغير يقول له آية ياخد دولار. دلوقتي هتسمعوا بعض ترانيم بالعربي، جايز يكون يوسف يحب رتلوها في الاجتماعات اللي بتعملوها كل أسبوعين. أول واحدة الكلام بتاعها: يا رب ما أحلى الحياة قربك، فعشرتي بشخصك تلذ لي. عايدة والأسيس فيليب أمين اتجوزوا سنة 1951، كان أسيس الكنيسة الإنجيلية في شبرا، وابتدى مشروع تأسيس بيت السلام في العجمي سنة 1955. بيت السلام كان فكرة جديدة ورائدة، مكان يجمع الشباب في مكان جنب البحر في الصيف، فسحة وبحر وخدمة روحية. بيت السلام أصبح مكان أثر في حياة الآلاف من الشباب. لما الأسيس فيليب توفى سنة 1967، عايدة هجرت أمريكا وكانت طبيبة ناجحة جدا هناك، وهي هناك كانت بتسجل شرايط فيها أخبارها وتبعتها لعائلتها في مصر. Here's Lillian. Hi everybody, we hope to see you soon. Here's my mother. عيالك تعبانين خالص في الكلام، خالص خالص مالس، ومش عارفين يتكلموا ايه، وباين نسيوا العربي بتاعهم للمؤاخذة. لكن we are very happy here together, all of us, and Faiza with us. And we wish you all were here. Bye. Bye. وكان من أولاد فهيم جرجس وفية. كانت وفية من أوائل الناس اللي اشتغلوا في تأسيس بيت السلام في العجمي. وفية قابلت جوزها فؤاد لبيب مشرقي أثناء بناء بيت السلام في العجمي. ابن وفية المرنم والخادم لبيب مشرقي، اللي كلمات ترنيمته أنت صالح للكل أثرت في حياة ناس كتيرة جدا. الرب حنان ورحيم، الرب طويل الروح، الرب كثير الرحمة، الرب صالح للكل. فيفي اللي هي راحت السما ماما بيبو، نشكر ربنا على حياة فيفي، كانت جميلة جدا. هي كان عندها sense of humor مش معقول، فكانت دايما هي يعني بتدينا روح البهجة كده في حياتها. بيبو يا حبيبي توفت أمه هو سنه سنة في السرير، قامت بالليل غطته وصحيوا لقيها راحت السما في السرير في الصبح. وكانت ليها خدمة قوية، ولما بقابل حد من قرايبي اللي يعرفها كويس قوي لازم بيشكر فيها شكر عظيم، يعني على قد ايه هي كانت شاطرة في الحتة دي، وعلى قد ايه قلبها كان حلو قوي في الموضوع. بيبو
الحاجة اللي عايزة أسيبها لأولادي وأحفادي إنه الرب يسوع قال في مرقس 8:36 ما بينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. أهم حاجة إنه الإنسان يقبل الرب يسوع مخلص وفادي لحياته عشان دي السيكوريتي بتاعتنا. فأنا يعني الحاجة اللي أنا بحب الأولاد إنهم يعرفوها إنه مفيش حاجة في الدنيا بتساوي إن الواحد يضحي بيها عشان العالم يمضي وشهوته، أما الذي يفعل إرادة الرب فهذا يثبت إلى الأبد. زي ما جدودنا صلوا لنا نصلي المستقبل، فكل ثلاثة وخميس بنصلي ككبار، وبعدين قلنا طب وبعدين صغيرين دلوقتي بصلوا مرة في الشهر. Yeah. We pray every Monday, the first Monday of the month, and the cousins, the next generation, we pray on Monday nights, first of the month. We're not as diligent as, but we're getting there. So. This point, إنه يعرفوا إنه كلمة الله حية وفعالة. ويقدروا مجرد ان هم يبتدوا يقروا فيها ويقولوا يا رب يعني ايه اكشف عن عيني فارى عجائب من شريعتك. يعني مع طارق ابني بقى بنروح في الحته دي، بنتكلم على تعزيه الروح القدس، بنتكلم على معيه الروح القدس في كل حاجه احنا بنعملها، واعتمادنا بالكامل على ان الرب هو ابونا مش اي حد تاني، وانه لازم يبص على دي وما يخافش من انه بابا موجود او مش موجود، مامته موجودة او مش موجودة، لان دي قصة حياتي ان ماما مش موجودة من وانا عندي سنة، ابويا مش موجود من وانا عندي 18 سنة. ناس كتير تبص لي وتقول لي انت يا غلبان مش عارف ايه، لا يا غلبان ولا حاجة، انا كان عندي كده احسن اب موجود ومتاح ليا، وفي نعمة مختلفة بقى في الحتت دي، وانا اموت في النعمة، يعني النعمة دي جميلة وشايلانا all the time. يعني حتى في اللي عدينا فيه الوقت اللي فات مع نيفان لما انتقلت، انه ما ببص على الوقت اللي فات وحس احنا عدينا فيه ازاي، ده عدينا فيه لانه كان في نعمة موجودة ومتاحة. فريد وبيبو من احفاد جرجس ابراهيم، والجيل الأصغر اللي في مصر اتجمعوا علشان يسجلوا ترانيم من الترانيم المحبوبة للعيلة. I think العادي في دي إنها تبقى سيد امتلك E major. إنني ملك لسيد المسيح. سيد امتلك حياتي كرسنها لك، وليفض عمري بحمد مستديم، خذ يدي محركا لها بفعل حبك، كملا رجلي بالسير القويم. سيدي امتلك حياتي تكن إرادتي كما تشاء بين يديك، وليكن قلبي لك العرش المريح، وليكن حبي سكيب الطيب عند قدميك، ولتكن نفسي دواما للمسيح. سيدي امتلك حياة كمان، انت حلو لحياتي يا
فاضل ابتدت خدمتها من وهي عمرها 8-9 سنين. هي شخصية كانت كده صاروخ، كله بالصلاة يا فريدي. تطلع من الصلاة دي وحش بقى، تفتح بيت مسنين، ممكن عندها أطفال كتير قوي عندهم توحد، بتدرسهم بيانو. فربنا ورانا معجزات معجزات معجزات.